الحصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم إلى الحصاد من قناة الفلوجة، والبداية بأبرز وأهم العناوين. كربلاء تودع 21 مليون زائر، زيارة الأربعين تنتهي بنجاح خطتها الأمنية والخدمية. بأكثر من 3 تريليونات دينار، السوداني يطلق 37 مشروعاً خاصاً بالزيارات المليونية. بعد 19 عاماً، قانون النفط والغاز يخرج من أدراج الوزارة ويبدأ رحلته نحو التشريع. الأسعار تجاوزت 500 مليار، مجمعات البصرة السكنية حكر للأغنياء، والمجلس يحقق مع هيئة الاستثمار. بلا مساحات خضراء وبمواقع أثرية مهملة، بغداد تريد خطف لقب عاصمة السياحة العربية. البداية من إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل هذا العام نحو 21 مليون زائر محافظة كربلاء منذ انطلاق مراسم الزيارة وفقاً لإحصاءات العتبة العباسية، في مسير استمر لأيام عديدة استنفرت خلاله كل الجهود الخدمية والأمنية والطبية من أجل إنجاح الزيارة. نتابع. أحيا ملايين الزائرين من العراقيين والأجانب طقوس الزيارة الأربعينية وسط جهود أمنية وخدمية كبيرة بمشاركة آلاف المؤسسات الخدمية لتقديم الدعم الكامل لهذه الجموع، لتبدأ فعليا التفويج العكسي للزائرين بفتح أكثر من 8 ساحات لاستيعاب الزائرين وسط كربلاء. من أجل رفد دوائر كربلاء للمساهمة في أربعينية الإمام الحسين، من أجل تسهيل عملية، من أجل تسهيل الإجراءات الخدمية لزائري محافظة كربلاء. كما فوجنا أكثر من 100 سيارة بين قطاع عام وقطاع خاص من محافظة ذي قار إلى كربلاء. هناك توفيج عكسي للزائرين الكرام عبر محاور كربلاء بابل، كربلاء بغداد وكربلاء النجف، حيث أن محافظ كربلاء المقدسة قبل زيارة 40 الإمام الحسين تم إنشاء ما يقارب 8 ساحات رئيسية كبيرة تصل الساحة الواحدة لأكثر من 100 دونم. هذه الساحات مهيئة بكافة المستلزمات لتوفيج العكسي للزائرين، والآن هذه الساحات تمارس مهامها. المؤسسات الأمنية في كربلاء بذلت جهودا كبيرة بخطة أمنية محكمة دون تسجيل أي خروقات ومشاركة جميع المؤسسات من داخل وخارج المحافظة دون أي قطوعات في المدينة القديمة. وفق إجراءات أمنية وخطة أمنية محكمة ومرنة بنفس الوقت، امتازت هذه الخطة في هذا العام بعدم وجود قطوعات، وهنالك حركة مرنة للعجلات وللزائرين، هنالك تسهيل وانسيابية عالية في حركة الزائرين والعجلات باتجاه المحافظة، أيضا هنالك ابتدأت خطة التفويج العكسي مع توفر العجلات على المحاور الرئيسية 3. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أجرى جولة في محافظة كربلاء للاطلاع على الخطة الأمنية والخدمية على الأرض. ويبقى الإصلاح الذي يتمناه العراقيون الهدف من الزيارة الأربعينية، عسى أن يلفت لهم السياسيون أنظارهم في ضرب آفة الفساد والنهوض بمستوى الخدمات في مدن البلاد. من كربلاء المقدسة، سعد الركابي، قناة الفلوجة. وتزامنا مع ذروة الزيارة، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نجاح خطة الزيارة الأربعينية، وثمن جهود المؤسسات الخدمية والإدارة المحلية في المحافظات وتشكيلات مختلف الوزارات بكل تخصصاتها. أثمن بتقدير عالي المؤسسات الخدمية والإدارية المحلية في المحافظات وتشكيلات مختلف الوزارات بكل تخصصاتها. هناك آلاف الآليات وعجلات النقل، نحو 53 مؤسسة حكومية بين وزارة وهيئة، فضلا عن الحكومات المحلية والدور الكبير للأخوة السادة المحافظين
والأخوة والأخوات في مجالس المحافظات، كلها نزلت إلى الشارع كخلية نحل وفريق متكامل مع أخوانهم في الوزارات لنرسم هذه الصورة من الأداء والإبداع في خدمة أبناء شعبنا في هذه الزيارة المليونية. كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة خصصت 3.5 تريليون دينار من أجل وضع بنى تحتية ملائمة لإنشاء وتنفيذ 37 مشروعا خدميا يتعلق بالزيارات المليونية. طيلة الفترة الماضية سواء كان على خططنا كحكومة في مجال البنى التحتية أو ما استجد من خلال الرصد لتسهيل وصول الزائرين وتقديم الخدمات، خرجنا بحصيلة لمجموعة مشاريع بتخصيصات أكثر من 3.5 تريليون دينار موزعة على موازنة الوزارات والمحافظات والمكتب لإنشاء وتنفيذ نحو 36 مشروع خدمي يتعلق بالزيارات المليونية ويشمل المحافظات المقدسة وباقي المحافظات. من جهته بيّن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن ما ميز خطة هذا العام مرونتها باعتماد الجهد الاستخباراتي وأن الطرق لم تقطع حتى في كربلاء، مؤكداً عدم تسجيل حوادث أمنية. أهم ما ميز هذه الخطة خلال هذا العام، هذا العام كانت خطة أمنية وليست عسكرية فقط، كانت خطة أمنية ومرنة جدا، اعتمدت على الجهد الأمني والاستخباري بعيدا عن التعقيدات. لأول مرة في خطة أمنية بهذا الحجم ما تم استخدام قطع الطرق حتى في داخل مدينة كربلاء، وكانت المدينة مفتوحة أمام الزائرين، الأمر الذي سهل لخطة النقل التي بنيت على أساس الخطة الأمنية. أيضا هذه الزيارة لله الحمد لم تسجل فيها حوادث أمنية، وكانت كل النشاطات هي لقطعاتنا وأجهزتنا الأمنية. هذا وكشف وزير الصحة صالح الحسناوي أن المؤسسات الصحية استقبلت ملايين الزوار، مؤكدا عدم تسجيل أي أمراض انتقالية خلال الزيارة. كافة مؤسسات وزارة الصحة استمرت بالعمل وقدمت خدمات كبيرة سواء للمراجعين الاعتياديين أو للزوار، واستقبلت مؤسساتنا ملايين الزوار خلال هذه الزيارة. شهدنا انخفاض كبير في نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، إذ انخفضت النسبة إلى الربع مقارنة بالعام الماضي، وهذا نتيجة التنسيق العالي بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وأيضا بتوجيه ومتابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء. لم نسجل في هذه الزيارة أي مرض انتقالي أو إصابة بأمراض انتقالية. للاقتراب من أجواء الزيارة ينضم إلينا من كربلاء مراسلنا سعد أريكابي. أهلا بك معنا سعد، ضعنا في أجواء الزيارة أيضا، كيف جرت عملية التفويج العكسي وما إلى ذلك؟ نعم زينة، انتهت فعليا في محافظة كربلاء المقدسة الزيارة المليونية للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. بإحصائيات رسمية من الجهات المختصة أعلنت الجهات المختصة وصول أكثر من 21 مليون زائر و 400 ألف إلى مدينة كربلاء المقدسة من الأول من شهر صفر الأغر ولغاية هذا اليوم، إضافة إلى هيئة المناطق الحدودية أعلنت دخول ما يقارب 3 مليون و 400 زائر أجنبي دخلوا فعليا إلى الأراضي العراقية كما يعني سمعنا، وكما انتهى المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشاع السوداني بنجاح هذه الخطة الأمنية. تم يعني محافظة كربلاء بالاشتراك مع المؤسسات الساندة فتح ما يقارب أكثر من 8 ساعات لتفويج العكسي لزائري أبي عبد الله الحسين خلال اليومين الماضيين، دخول مئات المركبات إلى كربلاء المقدسة لتفويج العكسي لهذه الزيارة. أعلنت الخطة الأمنية والخطة الخدمية بحسب الجهة المعنية نجاحها بشكل تام وبشكل كامل بمشاركة المحافظات
يعني العراق كافة بإرسال الجهد الخدمي إلى مدينة كربلاء المقدسة. هذه الجهود التي وصلت إلى مدينة كربلاء المقدسة جهود أمنية وجهود خدمية، إضافة إلى جهود يعني طبية. أمس كان لدينا اتصال بدائرة صحة كربلاء والمستشفيات الخمس الميدانية الموجودة في محافظة كربلاء المقدسة، أكدوا خلال العشر أيام الماضية تم معالجة أكثر من 5 مليون دار، لا توجد هناك يعني خروقات أمنية، لا توجد هناك أمراض انتقالية لحد هذه اللحظة، التفويج مستمر لحد هذه اللحظة، التفويج العكسي مستمر لحد هذه اللحظة من محافظة كربلاء الثلاث. لهذه السنة أعتقد لأول مرة في تاريخ الزيارات المليونية لا توجد أي قطوعات أمنية على المركبات دخول إلى المدينة القديمة. كان للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية الجهد الأكبر في توفير الخدمات الكاملة لهذه الجموع الواصلة إلى مدينة كربلاء المقدسة. بحسب هيئة الإعلام والاتصالات كان هناك أكثر من 300 ألف صحفي عراقي وأجنبي وصلوا إلى كربلاء لتغطية هذه الزيارة وتغطية الجموع المليونية من أرض كربلاء المقدسة. فعلا حاليا تقريبا على الأرض انتهاء زيارة العشرين من سفر، التفويج العكسي مستمر لحد هذه اللحظة، لا توجد أي خروقات حتى يعني بعدما نصبت المرور العام رادارات السرعة الطريق الدولي السريع قللت من الحوادث المرورية على الطريق السريع. يعني كل عام تسجل دوائر الصحة العشرات بل المئات من الإصابات والوفيات بسبب حوادث السير خصوصا على الطرق الرئيسية والطرق السريعة. هذا العام تقريبا قلت هذا العدد، قل حجم الإصابات وحوادث السير بسبب هذه الرادارات التي تم نصبها على الطرق السريعة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 13 ألف موكب خدمي من المحافظات ومن خارج العراق في مربع مدينة كربلاء لتقديم كل ما يحتاجه الزائرين من مأكل ومشرب وخدمات إلى هذه الجموع التي وصلت إلى مدينة كربلاء المقدسة. بحسب يعني إحصائيات أخرى هناك ما يقارب 650 موكب أجنبي من دول أجنبية وصلت فعليا منذ اليوم العاشر من شهر صفر وإلى اليوم في مدينة كربلاء المقدسة. نعم شكرا جزيلا لك مراسل الفلوجة سعد الركابي، وأنت كنت معنا من مدينة كربلاء. الأخبار مستمرة. اقتصاديا، وصف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني حجز حكومة بغداد رواتب موظفي الإقليم أكثر من 50 يوما وصفه بالأمر المشحف. وأعرب هوراماني عن أسفه بأن ما يجري بشأن عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم خلاف للدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والاتفاقيات السياسية، مؤكدا أن جميع ملاحظات وطلبات الحكومة الاتحادية وخاصة وزارة المالية نفذتها حكومة إقليم كردستان. مسودة قانون النفط والغاز تخرج من أدراج وزارة النفط نحو مجلس الوزراء تمهيدا لإعادتها إلى البرلمان. نتابع. مسودة قانون النفط والغاز تقطع مذكرة مغادرة من أدراج وزارة النفط القانونية بعد إكمالها وإرسالها إلى مجلس الوزراء لإعادتها إلى البرلمان تمهيدا لوضع مشروع القانون على سكة التشريع. سبق أن أعادت لجنة النفط والطاقة النيابية المسودة التي كانت بحاجة إلى تعديلات فنية. قانون النفط والغاز الآن هو في رفوف مجلس الوزراء، تم إرجاع إلى رئاسة الوزراء أو مجلس الوزراء للتعديل عليه ومن ثم إرساله إلى مجلس النواب، بالتالي القانون خارج مجلس النواب بالوقت الحالي. كثير من الأمور، كثير من المفاصل، كثير من المستحقات، هناك ردود مالية، هناك يعني كثير من الأمور يجب أن يدرس جيدا ويتم التعديل على هذه الفقرات ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب. ما يزال العراق يدفع فاتورة مليارية باهظة جراء توقف تصدير نفط الإقليم،
يقدر حجم الخسائر إلى نحو 14 مليار دولار سنويا. ورغم تعويض تلك الخسائر من تدفق النفط جنوبا، يبقى قانون النفط والغاز مفتاحا لحل جميع الخلافات بين المركز والإقليم لإعادة التوازنات فيما يخص العلاقة النفطية. موضوع الخسائر لا تحسب الخسائر هكذا، ولكن الأهم واللي يجب أن يحسم هو موضوع قانون النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وبين أربيل. لكن هذا الموضوع هو حال الملفات السياسية اللي صار لها سنوات طويلة لم تحسم، بسبب مرة تداخل الصلاحيات ومرة ابتداء من الإقليم، أخواننا الإقليم اللي هم ملتزمين على أنفسهم بتعاقدات سابقة. لكن أنا نتوقع بأنه خلال هذه الحكومة إن شاء الله يحسم ملف النفط والغاز. وتقول معلومات سياسية أن قانون النفط والغاز شبه مكتمل، لكن إعادته إلى وزارة النفط لتقييم المقترحات السياسية التي وضعتها اللجان المشتركة بين بغداد وأربيل، التي تتلخص في تسليم الواردات النفطية والثروات الطبيعية المستغلة وغير المستغلة. ومن المرجح أن يرى القانون النور في جلسات البرلمان القريبة. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. ولمناقشة قانون النفط والغاز ينضم إلينا من أربيل الخبير في النفط والطاقة محمد هرامي. أهلا بك معنا سيد محمد. سيد محمد، إلى أي مدى بات بالفعل إقرار القانون قانون النفط والغاز ضرورة ملحة لحل معظم خلافات المركز والإقليم؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم في قناة فلوجة. طبعا مر 18 سنة على قانون النفط والغاز ولا زال نايم في أدراج كما إجا في تقريركم. القانون له أهمية كبيرة في أمور اقتصادية وكذلك بيئية وغيرها لتطوير الطاقة في العراق كلها. مع أسف شديد لا زال هناك ناس في ليناقشون هالموضوع، هم بالهم انه العراق لا زال عراق المركزي مال السبعينات، في حين انه من احد اسباب القانون اللي مدروج في ديباجتها هي لتغيير اسم العراق من الى عراق فيدرالي وفق الدستور. وهناك مواد في الدستور تعطي حق للأقاليم والمحافظات بتطوير مصادرها الجديدة، والفرق بين الحقول القديمة المنتجة أو المستكشفة والغير مستكشفة مع الحقول الجديدة اللي مسمية بالحقول الحالية. ولكن لأسباب كثيرة، طبعا هي أهمها أسباب سياسية وليس فنية كما قلنا. طيب، كل الخبراء الاقتصاد والبيئة. بما أنك أتيت على ذكر الحقول القديمة والجديدة سيد محمد، يعني قانون النفط الكردستاني كما هو معلوم يعطي لبغداد حق إدارة المنشآت والحقول التي اكتشفت قبل 2005، لكن أي حق اكتشف بعد ذلك هو من مسؤولية الإقليم. نفهم معك أكثر هذه الجزئية ومخاوف الإقليم من هذه النقطة بالتحديد. بالتأكيد الحقول الموجودة في الإقليم أكثرها هي حقول جديدة. الحقول القديمة اللي هي الموجودة في كركوك وفي مناطق الوسط والجنوب، الحقول في زاخو وفي كويسنجاق وفي منطقة قرميان وفي أطراف أربيل هي كلها حقول حديثة تم تطويرها وفق قانون النفط والغاز للإقليم. ولكن كما تعرفون القانون الموحد لمفروض إصداره من قبل البرلمان العراقي لم يتم بسبب صراعات السياسية الموجودة بين الكتل دون النظر في مصلحة البلد من ناحية الاقتصادية والبيئية والطاقة بشكل عام. فلهذا يعني هناك تطوير كثير في حتى في
شكل القانون لازلنا احنا نمشي على قانون النفط مال السبعينات، في حين بذاك الوقت اكثر استخدامات النفط سواء كانت في محطات الكهرباء او حتى في منازلنا هي على وقود السائل، لكن اليوم تغير الى الغاز. وكثير من الدول حاليا يوجد لديها قانون غاز تختلف، يعني مو قانون خاص بالغاز وقانون خاص بالنفط، ولكن قانون الجديد هو للغاز والنفط. ولكن من ناحية الإدارية لازلنا إحنا تاركين الغاز وندفع ثمنها مليارات الدولارات سنويا لاستيراد الغاز. فقانون الجديد طبعا في أحد فصوله هو تطويل الغاز، ويمنع في أحد فقراته أنه حرق الغاز، وهذا شيء جديد مهم بالناحية البيئية، ومن ناحية الأخرى لتطوير غاز نفسه لإحنا ندفع ضريبتها سنويا بحدود 5 إلى 6 مليارات دولار لاستيراده من الدول الأخرى للمحطات الكهرباء. فلهذا بصراحة القانون جدا مهم، ويجب العمل عليه من قبل ناس فنيين، من قبل ناس محايدين، وليس من قبل ناس متزمتين. هل يعني ذلك تجريد الأقليم؟ نعم، ما تفضلت به سيد محمد أنه ناس مهنيين يجب أن يعملوا على هذا القانون، هل يعني ذلك أن لدى أربيل مخاوف مهمة فيما يتعلق بتمريره بطريقة قد لا ترضي الأقليم؟ بالتأكيد لازم يرضي الطرفين، هناك حقوق مثبتة في مواد دستورية للأقاليم والمحافظات، ولكن الناس اللي يناقشون هالموضوع لا زالوا متزمتين بأمور بمركزية جميع المصادر الطبيعية. يعني بالنسبة للأقليم ما عنده مانع كما تعرفون أنه البيع يصير عن طريق سومو، ولكن للأقليم أيضا وحتى للمحافظات حقوق دستورية مذكورة في الدستور. أبعد من ذلك سيد محمد، هل تعتقد بوجود إرادة حقيقية هذه المرة لدى مجلس النواب من أجل إقرار هذا القانون؟ والله قبل مجلس النواب هناك وزارة النفط ومجلس الوزراء، وكذلك في قانون إدارة الدولة اللي تشارك بها كل الأطراف السياسية، كان مفروض خلال سنة واحدة أنه قانون النفط والغاز يتم موافقة عليه من قبل البرلمان، ولكن لحد الآن لم تعبر المناقشات اللي موجودة في وزارة النفط ومع الأقليم وحتى من مجلس الوزراء. والناس اللي بصراحة إنه أمور الفنية جدا مهمة اللي مذكورة فيها، قلنا اللي تخص البيئة وتخص الاقتصاد البلد، فهذه من تروح إلى البرلمان طبعا هناك كتل سياسية، هناك صراعات، فيتم مماطلة به كما صارت في سنين السابقة. يعني ذلك سيد محمد أن الأحزاب السياسية الكبيرة في مجلس النواب لن تكون قادرة على حسم مشروع النفط والغاز؟ احنا واثقين بأنه هناك إرادة من السيد رئيس الوزراء وحتى من الأغلب أعضاء مجلس الوزراء. ولكن كما تعرفون في العراق هناك مجامع مسلحة هي اللي متحكمة حتى ببعض الوزراء لتعرقل أمور كثيرة، وهسه في تقريركم أنه أمور الرواتب اللي هي عيشة الناس، أغلب الناس أنه رواتبهم هي بحدود أقل من 500 ألف، زين ليش تتأخر شهرين وكل مرة يجي بشيء جديد؟ فمعناته هناك أكو مماطلة لقانون النفط والغاز حتى يعني رزق الناس اللي هو الرواتب. فلهذا مع أسف شديد ربما يصير مراجعة، وهناك جدية وهناك مصلحة البلد لازم، والمواطنة مفروض يكون في هي الأولى وليس تعصب والعنصرية. شكرا جزيلا لك
الخبير في النفط والطاقة محمد هرامي، كنت معنا من أربيل. الأخبار مستمرة. إجازات استثمار تمنح أراضي شاسعة بأسعار زهيدة في البصرة تثير تساؤلات حول أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل كبير رغم توفير هذه التسهيلات للمستثمرين. نتابع. إجازات استثمارية تمنح أراض شاسعة بأسعار زهيدة للمتر الواحد، الهدف منها في العلن إنشاء مجمعات سكنية للتخفيف من حدة أزمة السكن، لكنها في الجهة الأخرى تباع بأسعار عالية تفوق حدود دخل الطبقات الوسطى والفقيرة، من عكس الأمر على أصوات الشارع البصري الذي استهجن الغلاء الفاحش. ربما تكون مدينة البصرة أكثر مدينة تعاني من نسبة العشوائيات، وبالتالي هي بحاجة إلى حل لهذه المشكلة. نلحظ أنه هذه الطبقة هي طبقة فقيرة أو متوسطة الدخل، بينما البيوت التي تباع من خلال هذه الشركات التي يتجاوز عدد هذه المشاريع 11 مشروع بأسعار خيالية ربما تقترب من المليار دينار عراقي. مجلس محافظة البصرة من جانبه أشار إلى توجهه لاستضافة رئيس هيئة الاستثمار بهدف متابعة أسباب الأسعار العالية التي قد تتجاوز النصف مليار لبعض الوحدات السكنية في المجمعات، رغم منح الأراضي لشركات المقاولات بأسعار زهيدة. الهدف من إنشاء المجمعات السكنية معالجة أزمة السكن بالبلد، ولكنه للأسف أنه هذه المجمعات حتى البناء مالها أخذ بسقوف كلش عالية، يعني البناء بمبالغة هواية، وهاي حرمة الفقير أنه يسكن هيك وحدات، وبالتالي ما تحقق الهدف. وشوف أغلب المجمعات السكنية اليوم اللي يسكنوها الناس اللي ما يسورين الحال. توجهنا لرئيس هيئة الاستثمار لسؤاله عن الأسباب التي ضاعفت من أسعار الوحدات السكنية المشيدة ضمن المجمعات، ليؤكد أن الفترة المقبلة بعد التوسع العمراني الذي طال المدينة ستشهد أطراف البصرة منح إجازات استثمارية لدور متوسطة وواطئة التكلفة، ليؤثر بذلك باتجاه انخفاض الأسعار. أكد لك بالمرحلة الجاية إن شاء الله من خلال التوسع اللي صار في الأقضية، في قضاء الزبير، في قضاء أبو الخصيب، في قضاء القرن، سننشئ مشاريع استثمارية حسب التصميم الحضري والريفي، ستساهم بشكل كبير جدا بخفض الأسعار. ومع تلويح مجلس محافظة البصرة استضافة رئيس هيئة الاستثمار ورد الأخير بالتوجه نحو منح إجازات إضافية تزيد من العرض، هل سينعكس الإجراء على تغيير في أسعار المنازل أم ستبقى حكرا على الطبقات المرفهة فقط؟ خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة. لمناقشة ملف الاستثمارات العقارية ينضم إلينا من بغداد خبير المباني والعقارات قاسم محمد. أهلا بك معنا سيد قاسم. يعني بعد أن كان العراقي يظن أن المجمعات تمثل حلا لأزمة السكن، ها هو يصدم اليوم بأسعار الشقق المرتفعة. لماذا حصل هذا الارتفاع؟ أسبابه بداية. حياكم الله وتحية لجميع مشاهدي قناتكم. أزمة السكن في العراق هي أزمة تؤرق حياة العراقيين. هذه الأزمة متأصلة منذ عقود، ناتجة عن السبب الرئيسي هو الزيادة المضطردة في أعداد السكان في العراق، عدم وجود خطط لبناء وحدات سكنية تنافس هذا النمو. هذا العجز في الوحدات السكنية إلى نسبة النمو هو منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي بدأ يتزايد، مع هناك المؤسسات التي هي ذات العلاقة بهذا الأمر أو من مسؤوليتها تخلت عن مسؤوليتها خلال فترات الحروب وفترة الحصار إلى أن فترة ما بعد 2003 هي فترة الاضطراب السياسي والاقتصادي. هذه كلها فاقمت الأزمة. أكو سبب رئيسي آخر هي الهجرة من الريف إلى المدينة، تركز السكان في المدن جعل الوحدات السكنية مرتفعة بشكل كبير،
فيما يخص أنه هاي كيف تعالج وهذه المجمعات السكنية هي الآن أسعارها مرتفعة وهي خارج مديات حدود الطبقة المتوسطة والفقيرة محدودة الدخل، هذا يحتاج إلى تفعيل بعض التشريعات أو تفعيل قانون 20 لسنة 1982، هذا يحدد من امتلاك الوحدة السكنية أكثر من وحدة سكنية بالنسبة للمجمعات ممنوحة من قبل الدولة. وقضية أخرى أن هناك تكون شبكة طرق مثلا قطارات سريعة أو ما شابهها من يعني الطرق الحديثة تسهل انتقال المواطنين من المحافظات، يعني هاي المحافظات الطاردة للسكان تربط بالمدن اللي هي جاذبة للسكان، حتى راح يكون ينتقل ويضمن عمله ويضمن دوامه، لأن احنا عندنا بعض الأمور اللي تخلي السكان تركز بالمدن هي تكون مدينة مثل ذات طابع سياسي، ذات طابع اقتصادي، ذات طابع إداري. المدن ذات سمة دينية أيضا هي تركز بها المدن بكثافة. هاي الأسباب تعالج بشبكة طرق وتحل المشكلة إذا كان دوام المواطن في أي محافظة، مثلا في بغداد هو يسكن الديوانية أو الموصل، ممكن بالقطار يجي الصبح يكمل دوامه ويرجع نهاية الدوام. لأن اليوم سرعة القطار عالميا أصبحت سرعة عالية تقطع 600 كيلو 500 كيلو متر بالساعة. سيد هاي من الأمور المهمة والجوهرية في حل السكن. كما هو معلوم أن الحكومة اليوم تسعى إلى إقامة مشاريع سكنية بأطراف المدن وبتكلفة منخفضة إلى حد ما، لكن الأسئلة تتوالى، لمن ستعطى هذه المشاريع؟ هل هي مشاريع حكومية غير حكومية؟ ما هو الواقع؟ نحن نأمل بوجود تشريعات مهمة تخص هذا الأمر وتضمن توزيع الوحدات السكنية بصورة عادلة ولمستحقيها الحقيقيين. أزمة العقار ما هي أزمة تداخلت عليها أمور أخرى، هي عملية الاحتكار وعملية غسيل الأموال، أيضا هي هاي زادت من أزمة السكن ورفعت أسعارها وجعلت أسعارها يعني سعر المتر الواحد يتجاوز أسعار في مدن عالمية كبرى مثل لندن. هذه الأمور أنه تحتاج إلى تشريعات كيفية الامتلاك وحمايتها من المضاربين، ويكون راح يكون أمر سعرها طبيعي مثل ما أتقنها الدولة، وراح يكون لها تأثير وإلها وجود وإلها أهمية. أيضا عملية الإقراض لهذه المجمعة السكنية تكون مدة طويلة، أنه تراعى فيها يعني حد الأدنى من مستوى الأجور في العراق، أنه أنا لما أكون عامل أعمل في مؤسسة أكو حد أدنى من الأجور، فهذا أنه تراعى به الأقساط، يعني مدة المنح أن تكون أقل شيء من 20 سنة إلى 30 سنة. إحنا هاي الحالة الإقراض ما موجودة، فإذا كان نسبة الإقراض 15 سنة أو 10 سنوات راح يكون أكثر من 1,000,000 دينار، وهو منه راتب اليوم، يعني الغالبية من الموظفين ما عندهم راتب 1,000,000 دينار. ذكرت سيد قاسم قبل قليل بعض الحلول من أجل معالجة هذه الأزمة التي وصفتها بالمتأصلة، لكن أيضا الكثير يسألون اليوم لماذا لا تقوم الدولة بتوزيع أراضي وبشكل مباشر للموظفين وبالتالي كل شخص يبني منزله بنفسه؟ نعم، بالنسبة للمواطنين هذا حل جيد، ولكن الدولة أن تراعي مثلا هاي توزعت قطع الأراضي اليوم، هاي راح تبنى بمساحات أفقية، ومساحات أفقية بالمناطق اللي محتاجين بيها حل أزمة السكن ما راح الدولة تحصل على هذه المساحات. ممكن الدولة تحصل على هذه المساحات في الأماكن هي التي بالأساس هي طاردة للسكان، ممكن يعني توزع الدولة في المحافظات في المناطق الريفية، تمنح قطع أراضي مخدومة ممكن السكان توجه لها، ولكن هنا راح تكون عقبة هي الانتقال وعقبة وظيفته وعقبة عمله في مكان آخر أو التزامه الاقتصادي أو التزامه السياسي من خلالها. لذلك نقول إحنا ممكن تكون شبكة طرق حديثة وسريعة راح تحل أزمة السكن، ممكن الدولة راح تكون بكلف أقل مثل ما يستم بالمدن المزدحم بالسكان، عملية حصول على الفرصة الاستثمارية يكون مكلف غالي لأن قطع الأراضي غالية وهي قسم منها يعود للأهالي أنه الدولة تستملكها بعض الأحيان تحتاج.
في المحافظات الأخرى لا تكون راح تكون حصول الأرض أو الفرصة الاستثمارية وتمنحها للمستثمر تكون كلفها قليلة وأيضا العمالة أقل، وهي أيضا بها واعز اقتصادي لهذه المدن اللي تعاني من فقر وتعاني من بطالة. سيد قاسم، وبرأيك ما الذي تحتاجه الدولة اليوم من أجل وضع هذه الخطط الحكومية وإقامة هذه الشبكات من الطرق وغيرها من الحلول التي ذكرتها تمهيدا لحل المشكلة بشكل نهائي؟ بالنسبة للدولة أنه هي تحتاج إلى خطة مستمرة ومستقرة في الأسكان، أنه هذه الخطة ما تتغير، ما تكون على منح أو تكون بطريقة الهبات أو مبادرات، هذا أمر خاطئ. أنه إحنا اليوم لازم تكون هذه الخطة موجودة، وحتى لو تغيرت حكومة جاءت حكومة أخرى أنه هذه الخطة ثابتة ولا يتلاعب بها وتكون أسسها ثابتة في كل سنة وأصولها، حتى هذا أن المواطن يعرف أنه وين رايح وبأي سنة راح يحصل الفرصة على فرصة السكن. القضية الأخرى أنه نحتاج بعض التشريعات اللي تحدد من امتلاك الوحدات السكنية. قضية أخرى هي شبكة الطرق، وهذا لا يحتاج الدولة بس فقط أنه هي تأمن وصول، يعني جذب رأس المال الأجنبي هذا أمر مهم. طرح بعض التأسيلات، بعض التعديلات في قانون الاستثمار، هاي كل مجموعة من الأمور، والبلد بلد خير يعني وبلد نفطي، أنه ما أعتقد يحتاج إلى، يعني دائما نتحدث نحن لا نعيش أزمة اقتصادية، ولكن الأزمة في العراق هي أزمة إدارية وسياسية. شكرا جزيلا لك خبير المباني والعقارات قاسم محمد، كنت معنا من بغداد. الأخبار مستمرة. ترشحت بغداد للقب عاصمة السياحة العربية للعام 2025، ما ولد آمالاً كبيرة في إعادة إحياء هويتها الثقافية وتنشيط السياحة فيها. نتابع. تتقدم بغداد نحو لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2025 وسط آمال بتحقيق نقلة نوعية تعيد إحياء هويتها الثقافية. المسؤولون يرون في هذا الترشح فرصة ذهبية لتسويق العاصمة كمقصد سياحي يجمع بين الأصالة والمستقبل بعد استكمال الملفات اللازمة وتوافقها مع معايير مجلس وزراء السياحة العرب. هنالك جدية حقيقية بتنشيط الجانب السياحي، وخاصة العراق اليوم يعتمد على الموارد النفطية، فمن خلال السياحة يمكن العراق أن يعتمد على الموارد الغير النفطية من خلال السياحة، وهذا السياحة العفو تعتبر مصدر اقتصادي مهم للعراق. لكن تحت هذا الحلم تبرز تساؤلات حادة، كيف يمكن لبغداد أن تكون واجهة للسياحة العربية في ظل إهمال مواقعها التراثية وتقليص مساحاتها الخضراء؟ تلك الملامح التي شكلت جزءا من روح المدينة تطمر تدريجيا بفعل الإهمال والتوسع العشوائي، ما يضع علامة استفهام كبيرة حول الجهوزية الحقيقية للعاصمة. حتى يكون حضورا إيجابيا وفاعلا نحتاج إلى أن يكون أو نستثمر في الأماكن الأثرية والأماكن السياحية من أجل أن تكون بالصورة اللائقة التي تمثل حضارة وتاريخ العراق. وبين التفاؤل والتحفظ تبقى بغداد على مفترق طرق، هل يكون هذا الترشح الدافع الذي يغير وجه المدينة ويعيد الاعتبار لتراثها وثروتها الطبيعية، أم أن التحديات ستظل عقبة أمام تحقيق هذا الحلم الكبير؟ من بغداد، علي عبد الكريم، قناة الفلوجة. طلب أهالي مدينتي الفلوجة والصقلوية بالكشف عن مصير أبنائهم المغيبين قصرا منذ نحو 10 سنوات دون معرفة أي معلومات عنهم، محملين الجهات الحكومية مسؤولية التسويف والمماطلة في إنهاء هذا الملف الحساس. نحن كناشطين مدنيين ووجهاء مدينة ومنظمات مجتمع مدني نطالب الحكومة المركزية بحسم هذا الملف والإيفاء بالوعود السابقة التي تم إعطائها لعوائل هؤلاء المغيبين.
نطالب الحكومة بتقرير مصير هؤلاء المغيبين رغم مرور أكثر من 9 سنوات على هذا الأمر. نطالب بتحديد مصيرهم وتحديد الجهات التي تم اختطافهم في تلك المناطق قصرا أثناء عمليات التحرير. من أهم الملفات التي تعكس الواقع المؤلم للمحافظات المحررة وعموما ومحافظة الأنبار خصوصا هو ملف المغيبين والمختفين قسريا، حيث لا آذان صاغية ولا عيون مبصرة، متجاهلينها عمدا سياسينا وحكومات متعاقبة فشلت فشلا ذريعا بهذا الملف. لذا نحمل الحكومة المركزية متمثلة برئيسها محمد الشياع السوداني مسؤولية حسم هذا الملف، أو تقبلوا فشلكم واستقيلوا. 10 سنوات مرت على قضية المغيبين، مصيرهم لحد الآن مجهول. القضية منسية من قبل نواب المحافظة ومن قبل الحكومة المركزية. احنا بدورنا كشباب وكناشطين بمحافظة الأنبار نطالب الحكومة المركزية ونواب المحافظة انه يجدون حل ويحلون موضوع المغيبين. إلى الآن مصيرهم مجهول والعوائل يعني أوضاعهم جدا سيئة، أمهات تنتظر أبنائها أن يرجعون. أمنيا، سلم فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش يونيتد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري معلومات عدة جرت معالجتها في هذا الملف لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها التنظيم داخل العراق أو عالميا. وأوضح الفريق الأممي أن تلك المعلومات تم تلقيها من السلطات القضائية وغير القضائية بالإقليم في إطار دعم ولاية الفريق وعمل فريق يونيتد على تعزيز تلك المعلومات من خلال وضع العلامات عليها لتصنيفها وتحليلها لغرض المراجعة القانونية، كما بيّن أن ذلك يمثل خطوة مهمة في المضي قدما نحو تيسير عمليات تحديد المعلومات ذات الصلة بالتحقيقات ومعالجتها على نحو سريع عند استخدامها مع برمجيات الاكتشاف الإلكتروني المناسبة. في سياق آخر، أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصاف القبضة على 36 متهماً بينهم 2 بجريمة الدجة العشائرية في مناطق متفرقة من العاصمة. وقالت القيادة في بيان إن مفاريزها قبضت على متهمين بجريمة الدجة العشائرية على أحد المنازل ضمن منطقة الحسينية، وبينت أن مفارز مركز الشرطة توجهت إثر سماع صوت إطلاق النار ليتم تفتيش المنطقة والقبض على المتهمين وضبط 3 بنادق كلاشينكوف. على صعيد متصل، أوضحت القيادة أن تشكيلات قيادة شرطة بغداد الرصافة نفذت حملة للقبض على 27 شخصا من جنسيات عدة مخالفين لشروط الإقامة وعلى 7 متسولين. إلى محافظة الأنبار، إذ أعلنت وزارة الداخلية الإطاحة ب20 متهما بقضايا جنائية مختلفة في المحافظة. وذكرت الوزارة في بيان أن عملية القبض على المطلوبين تمت خلال حملة أمنية نفذتها مفارز الشرطة خلال 24 ساعة الماضية في معظم قواطع المسؤولية، وأشارت إلى ضبط عجلات عليها إشارات حجز ومخالفات أخرى ضمن سيطرات المحافظة، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالمضبوطات فضلا عن توقيف المتهمين وفق مواد الاتهام. الآن إلى خبر سوق اللحوم. إذن سوق اللحوم في صلاح الدين الذي يشهد سيطرة للمستورد منها خصوصا الدجاج، حيث يفضل المواطنون شراءها بسبب أسعارها المنافسة للأسعار المحلية. نتابع. ترجح كفة لحوم الدجاج المستورد على المحلية بأسعارها المناسبة. يفضل المواطن في صلاح الدين شراء الدجاج المستورد على الدجاج الحي لأسعاره التي تناسب ذوي الدخل المحدود. وكذلك أخذت مؤخرا اللحوم الحمراء المستوردة تغزو السوق بأسعار تنافسية مع المحلية لتصل إلى أقل من 50% أحيانا. أكو مواطنين يعني
ما يقدر يشتري كيلو لحم ب 20 او 22 حتى وصل ل 22، يشتري المجمد انسب له يعني. والدجاج هم يعني المجمد انسب من الفريش العراقي، المجمد المستورد ارخص من الوطني العراقي. مختصون يؤكدون ان نسبة استيراد اللحوم البيضاء تبلغ 80% لتغطية حاجة السوق في المحافظة، وذلك لعدم تبني العراق عملية النهوض بالواقع الحيواني والزراعي المرتبطة به، مع زيادة الطلب على هذه الثروة الحيوانية المهمة، لذلك نلجأ للاستيراد. تقريبا نسبة المستورد هو 80% يلبينا من الطلب المحلي، كذلك نقول ماكو دعم للقطاع الحيواني من خلال توفير كافة المستلزمات لتنمية هذه الثروة الحيوانية داخل العراق. هذا بالإضافة إلى أنه ماكو تشجيع للمزارعين، وماكو خلينا نقول آليات تتبنى هذه المشاريع الأساسية أسوة بباقي الدول المجاورة أو أي دولة من دول العالم الأخرى. هجرت الكثير من حقول الدواجن في محافظة صلاح الدين بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة الدعم الحكومي، بالإضافة إلى الأمراض التي طالت أغلب الحقول في السنوات السابقة. من صلاح الدين براك نعان، قناة الفلوجة. ختام الحصاد، هذا تذكير بالعناوين. كربلاء تودع 21 مليون زائر، زيارة الأربعين تنتهي بنجاح خطتها الأمنية والخدمية. بأكثر من 3 تريليونات دينار، السودان يطلق 37 مشروعاً خاصاً بالزيارات المليونية. بعد 19 عاما، قانون النفط والغاز يخرج من أدراج الوزارة ويبدأ رحلته نحو التشريع. الأسعار تجاوزت نصف مليار، مجمعات البصرة السكنية حكر للأغنياء، والمجلس يحقق مع هيئة الاستثمار. بلا مساحات خضراء وبمواقع أثرية مهملة، بغداد تريد خطف لقب عاصمة السياحة العربية. للمزيد تفضلوا بزيارة ومتابعة حسابات الفلوجة على منصات التواصل. إلى اللقاء.